وتفاصيل أكلة سمك النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، لأن إحنا المعتاد يقول لك أنا عايز أكل سمك أشتريه من بره. تعملي في البيت يا حاج، تعملي في البيت يا أختي، إيه المشكلة؟ تروح حلقة السمك تشتري السمك اللي أنت عايزاه، إذا كان كابوريا، إذا كان جمبري، إذا كان مكرونة. أنا هعمل لك مكرونة مالية النهاردة مش هتحدش يعرف يعملها غيرك، وتاكلها من إيدك كده كريسبي ولطيفة. وأقول لك السر تبقى مقرمشة إزاي. حلو الكلام؟ مكرونة سويسي بلدي ولونها ابيض من جوه، شمعه بيضه منوره، ومعانا شمر ناعم، بابريكا، ملح وفلفل، كمون، توم طازه اكيد، بلاش التوم الباودر في المكرونه البلدي السويسي او في السي فود عموما يعني. ومعانا دقيق تقريبا كيلو ونص، السر هنا دقيق تقريبا كيلو ونص. تعالوا نتبل المكرونه الحلوه بتاعتنا. حلو الكلام؟ واحنا مع بعض كده في الميريني بتاعها، واحنا مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بابريكا، والمقادير على الشاشة: مكرونة سويسي بلدي، كمون، بابريكا، كركم، شمر. نعم، بيقول لي ما هو الشمر؟ حلو قوي السؤال ده، ما هو الشمر؟ الشمر بذور الشبت مطحونة ناعمة، تبقى موجودة عند العطار زي الكوبيبة الصيني كده. لما نسأل ايه هي، بس دي في المشويات ملهاش مكان بينا. هي الكوبيبة الصيني يا أبو غازي؟ الكوبيبة الصيني هي عبارة عن البهار الحلو، مشهور جدا في المطبخ اللبناني والسوري، وده أساسي بيتصدر قائمة المشويات. ده توم طازة، ملح، حذاري، بتكلم باللغة العربية الفصحى، حذاري، وتكتبيه على باب التلاجة يا ست الكل. تحطي مادة دهنية في تتبيلة أي سمك أنت هتقليه، أنا حطيته ده عصير ليمون. تاني، حذاري تحطي مادة دهنية، سواء زبدة، سواء زيت، سواء سمنة، أي مادة دهنية، زيت سمسم، تقولي أتبل لخا. طالما هتقلي في قلب الزيت وتعملي التوبنج بتاعك أو الميريني بتاعك بالدقيق أو بالبقسماط، يبقى المادة الدهنية ملهاش مكان بينا. دي قاعدة اكتبها على باب التلاجة عشان ما تنسيش، وإيدك تروح على الزيت. توم شمر ناعم أهو، دي الشماخة بتاعته لما بيطلع من قلب الزيت بيبقى ريحته لطيفة. وادي التوم، ملح، فلفل، بابريكا. الخلطة دي حلوة أوي. أعمل إيه بقى يا عم الشيف؟ هنزل المكرونة في قلبيها. يا نعم. مد يا حبيبنا الأقصر، راجل طيب بيحب إن هو يسمعنا صوته كل يوم، صديق البرنامج، هاوي مطبخ، بيحب يخش المطبخ. شايفين المكرونة الحلوة؟ مكرونة قلبها نضيف، قلبها أبيض، ولحمها ابيض. شفت المكرونه؟ حلو قوي. وتبلها كده. نعم يا غالي، حاضر. بيقول لي علل ولماذا لو حطينا زيت في التتبيله او اي ماده دهنيه وانت بتتبلها كده، ايه اللي هيحصل يعني؟ الدنيا هتقع يعني ولا ايه بالظبط؟ هو ده الكلام. تدفع كام بقى واجاوب على السؤال ده؟ قول لي. ماشي، بيقول لي اعمل لك مكرونه. بص، لو حطينا اي ماده دهنيه سواء زبده او سمنه، واحنا بنحط او زيت مثلا زيتون ايدك تاخد على كده، لما تحطها في الدقيق والتوبنج بتاعنا، لو حطيتيها وسبتيها ساعه ساعتين ثلاثه حبيتي تقلاها في الزيت، هتلاقي الزيت فيه حاجتين: المكرونه متعريه في قلب الزيت، والخلطه اللي انت حطاها وهي ماسكه فيها نزلت طلعت بره. عشان تبقوا فاهمين القصه، لان الزيت طبعا بيفصل الحاجه والتوبنج بتاع الحاجه اللي بنقليها، خاصه لو كانت كريسبي. هناخد المكرونه ونحطها في قلب الدقيق بالشكل ده كده. ممكن المكرونه دي على فكره تبقى بربوني، عم اشرف بتاع اسكندريه، عندكم البربوني بيتكلم مصري اسكندراني، بديل لكده، وهي نفس التتبيله اهو، بديل للمكرونه دي ممكن نحط بربوني، بديل للمكرونه دي ممكن نحط سمك فيليه مقلي، بديل للمكرونه دي ممكن نعمل جمبري مقلي، بديل للمكرونه دي ممكن نعمل اي نوع سمك مقلي. الخلطه دي خليها، انا عايزها اقول لحضراتكم عايزها ليه دلوقتي اهو، واسيبهم بقى واشوف اللي ورايا، ما اقعدش جنبهم بقى، سيبها تعيش كده في الخلطه دي كده. من الوقت بتاعنا والتايم بتاعنا اقل حاجه يا عم الشيف 15 دقيقه في قلبي، بس لازم اقلبها كويس واتاكد ان الدقيق وصل لكل حاجه فيها. واسيبها واغير الجلافز ده كده واخش على الفته. حلو قوي. انا عايز اعمل دلوقتي طبق فته جامد جدا. اعمله ازاي؟ واوريكي سهوله المطبخ
وبراعه المطبخ لما تكوني بتحبيه، وخاصه لو مطبخ فسفوري. انا شغال في المكرونه بطلعها من دي، قال لي اس ما اس وغازل، قلت له نعم، قال لي عايزين نعرف المكرونه هنشيلها من الدقيق هنصفيها من الدقيق ولا هنعمل ايه، لان هنا برضو في تركايه خلي بالك. ما انا برضو مش عايز اكل مقليات معجنه، انا عايز اكلها كريسبي. وانا شغال كده اهو برفع المكرونه من ديلها، ولما تروح السمك نصيحه مني نضف لك السمك في الحلقه بتاعت السمك، قولوا له سيب لي ديل السمكه ايا كانت سمكه حتى لو بولتي. ديل السمكه لما بتقطعيه من السمكه بتقل منها، سيبيها بديلها كده يلعب. دي رقم واحد. رقم اتنين بيديها شخصيه. رقم تلاته بتعرفي نوع السمكه دي ايه، بولتي، دينيس، شرائيش، وقار، اروس، الحاجات اللي بنتوه فيها دي. طبعا انا عارف انتوا قاعدين دلوقتي بتضحكوا مبسوطين، والشيف المغازي بيقدم فن يعني ضحك وهزار ومطبخ وكل حاجه، بس ورا الكلام ده معلومه، فانا بوصل المعلومه بشكل لطيف علشان حضراتكم ما تنسوهاش، عشان بس متفقين ايه اللي دخل ده في ده. حلو الكلام، حلو الكلام. الدقيق عندي جاهز، خلصت شلت المكرونه بالشكل ده كده، والزيت بيسخن، ابدا ان انا احمرها. يقول لك رش الميه عداوه، مع الشيف المغازي رش الميه بقلاوه، بس المفروض معايا بخاخه ميه هنا، بس مش بيحبها الاستاذ احمد عوض، فانا بانحها خالص من الاستوديو. اللي زعله بلاش منه. فباخد شويه ميه بايدي كده واعملها كده. نعم يا همام. ايه يا شيف؟ ايه يا حبيبي؟ انا بحبك يا شيف والله. حبيبي يا عم همام، بقول لي حضرتك يا شيف، امرني. دايما بعمل البشاميل مش بيظبط معايا. مش بيظبط معاك ليه؟ مش عارف، دايما بيسيب مني كده، مش بيظبط معايا. علشان انت بتنزل بس بالحليب او بالشوربه على مرحله واحده، المفروض تنزل بيه على ثلاث مراحل. المرحله الاولى تقلب الدقيق اللي مخلوط بالزبده في شويه الحليب. المرحله الثانيه على ثلاث مراحل، المرحله الثانيه امر، انا بجاوبك بالتفاصيل اهو. المرحله الثانيه تنزل بكميه الحليب الثلث الثاني، وتعمل ايه بقى؟ وتفك البشاميل عشان ما يكلكعش منك. التلت التالت بتتحكم في قوام البشاميل، عايزه للخضار بتخليه تقيل، عايزه المكرونه بتخليه خفيف عشان المكرونه تكمل سواها في قلب البشاميل. انا بنزل بالمكرونه عشان هي عايزه لها وقت في الزيت تتقلي، وحذاري انك تقلبيها. لحظه حاجه سيبها في الزيت تعيش وابعد عنها. يلا ما اقلبهاش، اسيبها زي ما هي كده. يا فاروق، فرسان التلفزيون المصري حبايبي، الكنز فين؟ ما ندورش عليه، بين ايدينا. الحب والكلمه الطيبه ده كنز، والرضا شايفين الجو ده زي الفل. هعمل ايه؟ اخد الطاسه دي كده بحطها هنا كده واصفيه، دي مصفى مخصوص لكده واخد الشوط الشوربه دي. يا ويلي الجمبري بيلعب. خلاص حلو. هعمل ايه؟ بخليها على جنب بقى كده، عايزها. الله على الريحه. ايه ده قاعد في اسكندريه، قاعد في السويس، بشم ريحه اليود وريحه الجمبري. العب السمك. حلو قوي، زي الفل. طاسه على النار، هي نفسها ما تغيرهاش، تحطي فيها مكعب زبده مع زيت زيتون، مكعب زبدة مع زيت زيتون. فاكرين الجمبري والكابوريا اللي معانا؟ في قلب الطاسة. خليها تسخن شوية ونبص نشوف الفرن فيه ايه. لا المكرونة ما تقلقش منها خالص، المكرونة كده تقلقش منها خالص. كل ما كان صوت الزيت عالي كل ما بتنزل السيول اللي موجود فيها والسوائل اللي موجوده فيها او البهريز اللي موجود فيه ولازم الزيت يكون شديد. نعمين. حاضر عينيا. المكرونه بتتكلم سويسي وابطال السويس الناس الطيبين. استوت المكرونه، يا سلام. اسمع صوتها بقى وانا بغرفها في الطبق، بجد يعني هتعجبك قوي قوي قوي. دي عايزه طبق حلو.
يلا شويه نعناع. طلع اللازانيا، هقول له هيطلع الانتاج بتاعنا هيبان دلوقتي. لما تقف في المطبخ وتعملي انتاج حلو على الطبليه والسفره بتبقي فرحانه مبتهل، يعني من كتر فرحتك انت مش بتاكلي. ليه بقى؟ الضيوف لما ياكلوا كانك انت كلت. شايفين المكرونه بتاعتنا؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ يا ماجده صباح الخير يا شيف مغير. صباح الفل يا اختي. ازيك عامل ايه؟ شفت المكرونه بتتكلم سويس ازاي؟ شفت المكرونه طبعاً البلدي؟ هي بس غاليه اليومين دول بقت زي بعض. نعم يا ست الكل. بقول لحضرتك انا ممكن ابدل السبانخ ببطاطس او كوسه؟ طب نطلع اللازانيا مع بعض واجاوبك على السؤال ده عملي دلوقتي. ما تحرمش منك. تبدلي السبانخ ببطاطس او كوسه، مظبوط؟ حاضر عينيا. الاجابه عملي دلوقتي. شايفين المكرونه الجميله؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الف انا وشيفه اللي ياكل منها. على فين؟ هنا. نعمل لها سلطه الطحينه دلوقتي. البرزنتيشن بتاعنا طماطم شيري، ما تفكريش مش لازم انت تحطيها عادي، حط سلايز ليمون. زي الفل. نطلع اللازانيا بتاعتي. ست الكل سالت سؤال حلو قوي. قالت ينفع استبدل السبانخ ببطاطس او كوسه؟ لا، تستبدليها بكوسه.